بتاع عايز اقول لك حاجه، انا راجل اهلاوي بس لابس شورت نادي الزمالك لان انا بحترم نادي الزمالك جدا وماليش انا في جو التحفيل الرخيص ده. بس انا بصراحه ما اتكلمتش على مباراه الزمالك والجونه، ولا اتكلمت على مباراه الزمالك وفيوتشر، ولا اتكلمت على التعاقد مع جوزفالدو فريرا، لاني بصراحه كنت منتظر ان النهارده الزمالك يفرجني على مباراه محترمه قدام الوداد المغربي. الزمالك اول 5 دقايق حسسني ان هو جاي النهارده يكسب الوداد المغربي وينعش اماله في الوصول للدور القادم في دوري ابطال افريقيا، لان المفروض ان انت جايب مدير فني جديد يبقى اللعيبه تهين نفسها في الملعب علشان خاطر تثبت للراجل ده ان هي تستحق ان هي تلعب اساسيه وتستحق ان تكون في افكاره الفنيه، ده اللي احنا اتعلمناه. انما الزمالك بقى في حاجات كتير قوي بتلاقي ان انت اتعلمتها غلط، يعني مثلا عمر السعيد انت ما كنتش بتلعب الفتره الاخيره، كان بيلعب سيف الدين الجزيري، تنزل يا عم عمر تضيع جونين اول 10 دقائق. ده الراجل كده مش هيخليك قاعد على الدكه، ده الراجل كده يطلب من مرتضى منصور الاستغناء عنك. اشرف بن شرقي اللي قاعدين نقول يتم التجديد ليه، يتم التجديد ليه لانه عنصر مهم، يتم التجديد ليه في مباراه مهمه زي النهارده ما لقيتوش. احمد سيد زيزو النهارده عمل مباراه مميزه جدا، بس كالعاده يعني زيزو عمل مباراه مميزه اتغير. انا بصراحه استغربت جدا من تغيير احمد سيد زيزو. اوباما في العادي بتاعه هو ده اوباما، ما بيقدمش كره محترمه ولا بيقدم اي حاجه، هو اوقات بتلاقيه سجل اهداف بتشفع عليه المستوى السيء اللي كان بيقدمه جوه الملعب. نص الملعب، ونص الملعب اللي احنا كنا بنتكلم عليه ايام باتريس كالترون، لما كنا بنقول يا جماعه مشكله باتريس كالترون الكبرى في الزمالك مش التاليف الكتير في ناحيه اليمين وعبد الله جمعه، لا مشكلته بالنسبه لي انه مش عامل بديل محترم لطارق حامد. مشكله انك ما تعرفش تعمل بديل لديفندر قوي، دي ازمه. والازمه الاكبر كمان ان اللي بيلعب جنب الديفندر اللي مش قوي ده لعيب مش مركز 8 اساسا. مهما امام عاشور تالق مباراه فيوتشر، مهما امام سجل، مهما امام عمل ماتش الجونه، في فرق لما تلعب مباراه الوداد المغربي عن ماتش فيوتشر او الجونه. فرق لما تلعب قدام فرقه محترمه، وليد الركراكي عامل فرقه محترمه جدا جدا جدا. ما كانوش اخطر على الزمالك جوه المباراه، ما كانوش مسيطرين ولا مهيمنين طول المباراه، بس كانوا دايما طول المباراه محسسينك ان هم فرقه صعبه انك تسجل فيهم، رغم ان الزمالك راح على المرمى كتير واحمد رضا تجنوت يطلع واحده حلوه قبل ما عمر السعيد بما يطلعها بره، وتجنوت غلط في واحده كان مفترض عمر السعيد يجيبها جون، بس عمر السعيد هنعمل فيه ايه؟ فالزمالك كان خطير، الزمالك قدم كره محترمه، بس الازمه كلها بقى لما الزمالك لبس هدف، لما ضربه جزاء اتحسبت على الونش ودخل يحيى جبران حطها في المرمى. فين رد فعلك بقى؟ مفيش رد فعل. طب انت لو اتغلبت احتمال كبير جدا انك تخرج، هتقعد مستني النتائج وهتقعد مستني ان بيترو اتلتيكو يخسر الثلاث ماتشات علشان خاطر انت تصعد، يعني موقفك هيتأزم. ندوس على نفسنا شويه. مفيش. طب اوناجم، يلا اوناجم اديني الاضافه بقى منك نزلت مكان اوباما. طب اوناجم نزل مكان اوباما، كده مين اللي راح على 10؟ اشرف بن شرقي اللي مش شايف قدامه؟ طب زيزو؟ انت عملت ايه طيب؟ انا ما عنديش مشكله خالص مع فكره ان كالترون هو اللي يشيل الماتش، ما عنديش مشكله ان باتريس كالترون كان بيعك بقاله كتير، بس انا عندي مشكله في غيرت احمد سيد زيزو. بجد والله يعني بص يمين شمال ما تحاولش تقنعني ان هو كان شايف ان زيزو ينفع يطلع في الدقيقه 72 واشرف بن شرقي يكمل لحد 90. دي اللي كان عندي مشكله فيها. فكرة انك تخلي اشرف بن شرقي يكمل المباراة ليه؟ بن شرقي لو كمل المباراة للصبح مش هيقدم ب2 جنيه كورة. هل بن شرقي مستمر معاك اساسا؟ يعني بن شرقي مش مخلص في فرقة بره؟ هل بن شرقي هو اللعيب اللي الدماغ دي اللي بره الملعب ما بركز فيه؟ هو ده اللي هيكون مؤهل ان هو يعمل لك فارق مش زيزو؟ رزاز سي نزل عامل ايه مكان زيزو؟ ولا عمل اي حاجة. حازم امام نزل مكان حمزه المسلوس علشان خاطر يلا يا حازم نعمل جامب في منطقه الجزاء وناخد ضربه جزاء. ما عدناش في نص الملعب بعد الهدف بتاع الوداد المغربي. طب فين يا جماعه ام رد الفعل اللي عايزين الكلام على لعيبه الزمالك وعدم احساس لعيبه الزمالك بالمسؤوليه؟ بيقول ان الوداد ما قدمش مباراه واستاهل فيها ان هو يكسب، بالعكس الوداد استاهل ان هو يطلع كسبان المباراه. منظومه الوداد المحترمه جدا 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 جوه الملعب، المنظومه الدفاعيه اللي عملها الركراكي منظومه دفاعيه مميزه جدا، بتحسسك ان الزمالك لو قعد يلعب لحد الصبح مش هيسجل هدف، ودي قوه المنظومه الجماعيه. المنظومه الجماعيه اللي احنا كنا قاعدين نتكلم فيها دايما لو بنتكلم على انديه كتير، ان اهم حاجه بالنسبه للمدرب عامل منظومه. الركراكي عامل منظومه محترمه جدا في الوداد المغربي، منظومه الوداد كانت قادره ان هي تلعب بعد الهدف الاول اللي هي سجلته بضغط الجمهور وضغط لعيبه الزمالك اللي كان المفروض ان هو يكون موجود جوه الملعب، عرفت ان هي تقاوم. بالعكس كانوا بيمشوا كوره في نص الملعب، كنا بنشوف يحيى جبران، كنا بنشوف لعيب زي جلال الدودي، كنا بنشوف نص ملعب قادر ان هو يباصي باريحيه، كنا بنشوف لعيب زي رضا جيدي،
وايمن الحسوني وزهير المطرجي قبل ما يخرج، وطبعا المهاجم بتاعهم اللي هي مبانزا اللي احنا اتكلمنا عليه ان الراجل ده بسم الله ما شاء الله دبابه. بس هو الفرقه لما رجعت للحاله الدفاعيه بعد ما سجلت الهدف الاول كانت قادره ان هي تاخد الماتش وتروح بيه لبره الامان. ايه بره الامان بالنسبه لك؟ انك تبقى مفيش فرص خطيره على مرماك لان لعيبتك ما يبداش يفقد الثقه، وانك دايما تعرف تنقل الكوره من رجل لرجل باريحيه، ودي حاجه لعيبه الوداد كانوا بيعملوها جدا. فلما تقعد تتكلم على ان لعيبه الزمالك كان عندهم مشاكل في الروح وكان عندهم مشاكل في الثقه وكان عندهم انعدام مسؤوليه للتيشيرت اللي هم لابسينه اللي مش عارفين قيمته، ده ما بيقللش اطلاقا من الوداد عمل مباراه استحق ان هو يطلع كسبان فيها. مش عايز اقول لك ان انا بتمنى ان فرقه سجراده تكسب بكره بيتر اتلتيكو، لان انا مش عارف الزمالك ممكن ايه السيناريو اللي صعد الزمالك حتى الان، لان انا ما عنديش يقين ان الزمالك هيكسب الماتشين الباقيين، لان انت ما تقنعنيش ان بعد كل ده هتروح تكسب بيتر اتلتيكو وسجراده ولما يجي لك انا مصر وتصعد. كالدرون عمل جرايم، بس انا شايف برضو ان لعيبه الزمالك مستواهم مش واو يأهلك ان هم يكسبوا بطوله افريقيه، اخرهم تقعد تتكلم فيهم على منافسات محليه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فيها رأيك واحترم.